كما ولفتوا مشاهدينا الكرام، دائما مولفيكم بحصرياتنا من خلال برنامج لايف المشاهير، وين نفرض برنامجنا بصور حصريه لعوده سلمى غزالي. كنتوا عرفتوها في برنامج ستار اكاديمي، كذلك كنتوا عرفتوها من خلال عده برامج يعني كانت فيهم ضيفه. سلمى راح تعود ان شاء الله لاستوديوهات التصوير، واول ديو لها راح يكون مع حسين صنامي في استوديو هشام برود. صيف سلمى راح يكون حافل بالمشاريع، ايضا عندها مشروع ولا فيت يتم تحضير له حاليا مع سولكينغ، في انتظار انه سولكينغ يحضر للجزائر باش يكملوا بقيه العام. وفي نفس الاستوديو اللي هو هشام برود راح يكون فوزي تورينو في ديو مع ام سي ارتيزان، نفس الفنان اللي هو فوزي تورينو راح يكون مع ديو اخر مع الفنان الفرنكو الجزائري اناس. وكذلك سلمى غزالي من المنتظر انها تكون في التمثيل زميلتي إكرام. في التمثيل طبعا راح نشوفوا سلمى غزالي في مسلسل خاص بالأخت ديالها ريم غزالي ربي يرحمها، اللي راح هذا المسلسل أو هذا العمل يحكي عن حياتها. يعني في نفس الفترة اللي عادت فيها للتنشيط وعندها إنتاجات في الغناء، شوفوها في تجربة تمثيلية ربما هي الأولى بالنسبة لها. زميلتي إكرام وانت تكلمي وقلتي أنه العمل يحكي على الراحلة ريم غزالي، شوفوا في هذه الصورة بدأت الشبه الكبير بينها وبين أختها الراحلة. صح، حتى وأنه كنا شفنا سلمى غزالي يعني معروفة بالشعر القصير جدا، لكن مع الإكستنشن إلى غير ذلك يعني اللوك تاعها لما غيرته ولات تشبه أكثر لريم غزالي. هي ما يمنعش أنه كانوا يتشابهوا صح، لكن اللوك كان متغير، فاللوك الجديد يشبه اللوك الراحلة ريم غزالي، فشبه ولا أكثر وأكثر، وما كاش خير من سلمى غزالي اللي تقدر تكون بطلة أو بطلة مسلسل اللي يحكي على الأخت ديالها الراحلة ربي يرحمها ريم غزالي، من حيث شبه يعني فيزيكمون ولا حتى الحوايج اللي عاشتهم، لأنه عاشت بزاف حوايج كانت حاضرة فيهم سلمى. كانت حياتها حافلة وفيها بزاف حاجات وبزاف مغامرات عاشتهم، خاصة من تلفزيون الواقع اللي شاركت فيه، توجهها للتمثيل، توجهها كذلك للإنتاج، وكانت حوربت الراحلة سلمى غزالي طبعا من خلال المرض ديالها اللي كانت طبعا مصابة بمرض السرطان، ربي يعافينا كامل ويشفي كامل مرضانا. فهذا المرض سرطان الدماغ اكزاكتومون، المرض هذا يعني كانت عاشت فيه عدة محطات، وكل محطة تقدر تدير فيها أكثر من 20 حلقة نقدر نقوله، لأنه كل حاجة عاشتها ريم غزالي هي يعني كما نقوله توثق حياتها ومحطة من حياتها، مش فقط من جانب المرض لكن من جانب العمل ديالها، الإنتاجات ديالها كانت كمنتجة وين كذلك انتقدوها كمنتجة وين دارت بوغرون إلى غير ذلك، لكن شفناها كملت في هذا يعني المجال، وكذلك دارت كاميرا كاشي إلى غير ذلك، فكاين حوايج بزاف يتحكوا في هذا المسلسل. زميلتي إكرام كان نقطة ركزتي عليها عجبتني بزاف، أنه يعني بزيادة لأنه الشبه بينها وبين أختها اللي راح تأدي الدور، كذلك تعرف عاداتها اليومية، تعرف تفاصيل اللي ممكن ما خرجتش للعلن وما يعرفوهاش الناس اللي تابعوها والمشاهدين. خلينا نقولوا أنه من خلال محطاتها اللي يقدروا يتكلموا عليهم في المسلسل هذا أو في العمل هذا، مشاركتها في ستار أكاديمي كانت أكثر طالبة في كامل الطبعات، هي كانت في الطبعة الثالثة اللي كان عندها أكبر نسبة تصويت الجمهور، وكانت في كل مرة تخرج نوميني كان تصويت يكون عالي جدا ويزيد وتعاود تولي، فمن بين كل طلاب كل طبعات كانت هي أكثر طالبة كان عندها نسبة تصويت جمهور كبيرة، وكانت كذلك عندها علاقة طيبة مع كامل المشاركين اللي شاركوا معها في الدفعة. يعني ما شفناش بعدها أنه كان عندها مشاكل ولا تصريحات على زملائها، فكانت مسالمة رحمها. وقبل ما تكون تشارك في ستار أكاديمي كانت عندها تجربة التنشيط كذلك، وكذلك كانت شاركت في ناس ملاح سيتي في دور صغير، فكان عندها عدة مشاركات عدة محطات اللي نقدروا نديروا من خلالهم عمل أو مسلسل، عكس نقدروا نقولوا كاين مشاهير إلى غير ذلك ما نقدروش نديروا عليهم أعمال، لأنه ما عندهم يعني حوايج وتقوهم في حياتهم ولا محطات نقدروا نتكلموا عليهم. ريم غزالي عندها الكثير من المحطات، الكثير من الأشياء، الكثير من الإنجازات والكثير من الحكايات اللي نقدروا نشوفوهم في عمل كهذا. راح يكون تصوير تيزر قريبا، راح يكون تصوير قريبا زميلتي إكرام، وبداية تصوير العمل من المنتظر أنها تكون في سبتمبر المقبل إن شاء الله. يلا ربي يرحمها إن شاء الله، وبالتوفيق لسلمى غزالي اللي راح تعود لاستوديوهات التصوير كما قلنا لكم. وهذا كان خبر حصري لبرنامج لايف المشاهير، حتى الصور اللي كنتوا شاهدتوهم معنا على الشاشة كانت صور حصرية لرئيس تحرير البرنامج رابح علاوة، فتحية كبيرة ليه، تحية كبيرة لكل الناس اللي حتشارك في هذا العمل الخاص بالأخت ديالها ريم غزالي.